التواصل يستمر مشاهدينا الكرام. انطلاقاتنا المميزة تحمل تحدي كبير ومنافسة في انطلاقات هذا اليوم من خلال المنافسات الكبيرة لسن الحقائق الذي حملته تحديات وانطلاقات هذه الأشواط الصباحية لهذا اليوم. شوط من أشواط الانتاج والمنتجين ينطلق وهو الشوط الرابع عشر وشوطنا الأول بالنسبة للقعدان. هكذا مشاهدينا الأعزاء انطلق الشوط وراحت الأسماء تحمل في تحديها الأسماء الكبيرة والمميزة والانطلاقات العملاقة إلى بن غدير. من يحضر بوجود شلال راشد بن سالم بن راشد بن غدير على المركز الأول، بينما في المركز الثاني يأتي من خلال الانطلاقات الحارثة مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث يصل مولع سالم بن مانع الغويص على ثالث المراكز. المركز الرابع هنا يأتي عزام ماهر بن سعيد بن مهيب بن مسن الكثيري يحتل المركز الرابع. المركز الخامس الآن هناك ورسان وصايب علي بن مسفر بن علي الخيالي على المركز الخامس. المركز السادس قدوم من قبل منعوت لحميد بن سالم بن حميد المنصوري يحتل الآن المركز السادس، بينما المركز السابع وصل الشبل محمد بن سالم بن هندي المهيري يأتينا على المركز السابع. والمركز الثامن يأتي شعار بن منانة هنا مع مستقيمة، هنا يأتي ذياب بن محمد بن سعيد بن منانة على المركز الثامن الثامن الثامن، بينما المركز التاسع من الجانب الآخر. المركز العاشر يحضر في هذه اللحظات عاني لعلي بن خميس بن سلطان العويسي. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء. للمركز العاشر محمد بن سهيل من خير العفاري. ها هي النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن عودة إلى الحارث إلى الحارث يأتي هنا في هذه الانتصارات في هذا التقدم مبارك بن راشد بن ثلاب الهاجري يا سلام على مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني بن غدير يقدم شلال هنا راشد بن سالم بن راشد بن غدير على المركز الثاني. المركز الثالث لسالم بن مانع الغويص السويدي. المركز الرابع نشوف التدخل من قبل عزام ماهر بن سعيد ماهر بن سعيد بن مسن الكثيري، ولكن القادم الطاير ناصر بن سعود بن ناصر العجمي وصل خذ المركز الرابع الآن. بن هندي في المركز السادس مشاهدينا الأعزاء. المركز السابع من الجانب الآخر يصل عاني 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 وتعود ملكيته علي بن خميس بن سلطان العويسي. المركز الثامن وصل مشاهدينا الأعزاء ورسان خليفة بن حميد بن محمد المشيد واصلين هالي لوغن على المركز الثامن. المركز التاسع هذا القادم الآن ثاعي ثاعي سعد بن عامر الفهيده المري يتقدم الرفادة على المركز التاسع، ولكن الشلال الشلال هنا في المركز الأول لراشد بن سالم بن راشد بن غدير. لكن شوف الله عزام بدأ يعزم ماهر بن سعيد بن مسن الكثيري مشاهدين الأعزاء على المركز الثاني. المركز الثالث وصلكم وتقدم الطاير ناصر بن سعود بن ناصر العجمي يحتل المركز الثاني. المركز الثالث واصل العويسي واصل مع علي بن خميس بن سلطان العويسي يقدم عاني يقدم عاني. الشلال على صدارة الشوط المشيخي في المركز الرابع يا سلام يا سلام، لكن الله العويسي مشاهدين الأعزاء في المركز الأول. علي بن خميس العويسي مسيطرا متقدما بوجود عاني على المركز الأول. هو عاني إلى منصات التتويج، عاني إلى منصات الانتصار، عاني إلى منصة خط النهاية. تهانينا والناموس إلى علي بن خميس بن سلطان العويسي على فوز عاني بالمركز الأول. تهانينا والناموس. المركز الثاني للعجمي يحتل المركز الثاني ناصر بن سعود العجمي. المركز الثالث شلال راشد بن سالم بن راشد بن غدير. المركز الرابع يصل ورسان خليفة بن حميد بن محمد المشيخي. والمركز الخامس هذا هو ثاعي لسعد بن عامر الرفادة. هكذا كانت النتيجة لمراكزنا المتقدمة أيها الحبل الكريم. تحدي كبير وإثارة، ولكن عاني استطاع أن يخطف أول أشواط الإنتاج والمنتجين من القعدان لمالك علي بن خميس بن سلطان العويسي. 4 دقائق 30 ثانية 8 أجزاء من الثانية.
ثانينا والناموس على هذا الانتصار. بينما المركز الثاني، المركز الثاني انطلاق من خلال وجود الشلال على المركز الثاني في منافسة وتحدي كبير، لكن اللحظات الأخيرة هنا يأتي الطائر لناصر بن سعود بن ناصر العجمي بأربع دقائق 33 ثانية، 9 أجزاء من الثانية يخطف المركز الثاني. شلال في المركز الثالث، راشد بن سالم بن راشد بن غدير بأربع دقائق 34 ثانية بالوفاء والتمام والكمال على المركز الثالث مسجلا هذا اللقاء وهذا الناموس.